السلام عليكم. اليوم رانا في مطار وهران الدولي، ورانا نشوفوا حسب هذه الصور انه المطار روعة، جميل يعني وعصري، يعني التصميم ديالو عصري وجميل. لكن رغم يعني التصميم هذا الرائع، يبقى الحجم ديالو صغير نوعا ما، ولا يرقى إلى تطلعات الشعب، خاصة الشعب الوهراني، يعني لا يتلائم مع الحجم نتاع المدينة نتاع وهران والطموحات نتاع وهران، إذا أردنا أن نجعل منها مدينة متروبول، يعني متروبول ميديترانيان عندها وزن كبير في المتوسط ومدينة سياحية كبيرة. المطار هذا يعتبر صغير نوعا ما. نترككم مع هذه الصور الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.